دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. هو ماشي مجرد شاعر، هو فيلسوف الشعراء، سابق زمانه واحد من عباقرة الشعر العربي، متطرف في شعره، صليط في رأيه، اختار من الشعر أخطره ومن الجنون أعقله. مرحبا بكم في شاعر الخمريات أبو نواس. الاسم الكامل أبو نواس هو الحسن بن هانئ الحكمي، أما أبو نواس فهو اللقب دياله لأن كان شعره رطب وكان دايما جوج ديال الضفيرات هابطين منه، داكشي علاش تسمى أبو نواس. تولد في القرن الثاني للهجرة، بالضبط في 145 هجرية الموافق 756 ميلادية، يعني القرن الثامن. الأب ديالو كان عربي ولكن الأم فارسي. الوالد ديالو كان كيشتغل جندي في جيش الخليفة مروان بن محمد واللي هو آخر خليفة أموي في دمشق. فاش انهزم جيش الخليفة انتقل الوالد ديالو للعراق باش يعيش بالبصرة، وكان عمر أبو نواس داك الساعة عامين، ولكن الوالد ديالو غادي يتوفى وأبو نواس في سن صغير وغادي تكلف الأم ديالو برعايته. الأم ديالو مع ضيق الحال غادي تضطر أنها تصافت أبو نواس يخدم مع واحد العطار في أسواق البصرة. أصلاً أبو نواس كان شديد الذكاء، ظريف الطباع وجميل الوجه، كما كانت المعاملة ديالو زوينة، الشي اللي خلى كل شي يكون كيبغيه وكيعطف عليه، منهم العطار نفسه اللي كان خدام عنده. أبو نواس كان كيبغي حضور مجالس العلم منين كان صغير، ولأنه كان كيخدم مع العطار فكان كيستعين حتى يسالي الخدمة ديالو ويمشي للكتاب، وهناك حفظ القرآن ودرس الفقه والتفسير. في بداية شبابه غادي تلقى أبو نواس بواحد الشاعر كوفي مشهور سميتو والبة بن الحباب، مشى معاه للكوفة. هاد والبة كان مشهور بالمجون والخلاعة وشرب الخمر، ومنه غادي يتعلم أبو نواس الشعر والمجون، يعني قلة الحياة. ولكن فاش غادي يرجع أبو نواس للبصرة غادي يتلقى بواحد الشاعر سميتو خلف الأحمر، هذا هو اللي غادي يعلمو الشعر بطريقته الصحيحة، غادي يتمكن من ناصية اللغة والأدب بفضل هاد السيد. تصوروا أنه كان كيعطيه 30 قصيدة من القصائد القديمة وكيحفظها، وكيطلب منه ينساها ويعطيه واحدة أخرى عاوتاني يحفظها، وهذا الشيء باش ما يتأثرش الشعر ديالو بالشعر القديم. أبو نواس قبل ما يوصل 30 عام كان السيد تمكن من قواعد الشعر، والأحلام ديالو كانت كبيرة، وكان بغي يتشهر في بلاط بغداد، بلاصة الشعراء والأمراء. الطريقة الوحيدة باش يتشهر ويدير الفلوس كما كان كيحلم هي أنه كان خاصو يمدح الزعيم، وداك الساعة الزعيم كان هو هارون الرشيد. ومن نهار قال واحد القصيدة معروفة عليه غادي يولي أبو نواس عنده مكانة كبيرة وغادي يولي أهم شعراء زمانه. ولكن أبو نواس بالإضافة للمدح والدم وداك الأغراض الشعرية كان عزيز عليه يقول شعر كيدير المشاكل، بحال هاد القصيدة اللي غنقول لكم. قال: دعي المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. في الحقيقة صعيب على شاعر متمرد بحال أبو نواس يولي شاعر الأمراء، لأن المواضيع ديال الشعر ديالو مستحيل خليفة مسلم يقبل بها، وزيد عليها واحد المرة نظم خلاش القبائل عدنان وقريش واختار من الكلمات أكفسها. هارون الرشيد واخا كان كيبغي أبو نواس ومعجب به، ولكن غادي يعطي الأمر بالحبس ديالو لمدة طويلة عقاب ليه على المواضيع اللي كيتناولها في الشعر ديالو. من بعد تدخل البراميكة صحاب أبو نواس اللي كانت عندهم مكانة كبيرة، ومن بعد بزاف ديال الرسائل ديال الاستعطاف اللي كتبها أبو نواس، غيقرر هارون الرشيد أخيرا يعفو عليه. ولكن أبو نواس من بعد ما خرج من الحبس خرج مدمر ومزلوط، لا ريال لا جوج. أبو نواس كان معود على الفلوس على القصاير وعلى الخمر، من بعد هاد الواقعة ما بقاش قادر يعيش في بغداد، داكشي علاش غادي يمشي يعيش تجربة جديدة هاد المرة في مصر، وغادي يبدأ بنفس البداية اللي بداها في بغداد عاقلين عليها، وهي مدح أمير مصر الخصيب. ولكن من بعد مدة قضاها في مصر ما غاديش يعجبو الحال، وغادي يجيه أمير مصر بخيل وما كيدورش معاه مزيان، وطبعا غادي يبهدلو في قصيدة فعلى تركة. غادي يرجع أبو نواس لبغداد، وهاد المرة الزهر غادي يضحك ليه، لأن من بعد وفاة هارون الرشيد
اللي غادي تولى الحكم هو الولد ديالو الأمين، واللي كان صديق الشباب ديال أبو نواس ومقرب ليه بزاف. وهنا غادي يعيش أبو نواس أجمل عماين في حياته، وغادي يولي مرافق الخليفة ونديمه. لكن الخليفة الأمين بسبب مجون أبو نواس وقصائده المثيرة غادي يتعرض لبزاف ديال النقد من الأعداء والخصوم ديالو، اللي أصلا كانوا كيدعموا المأمون اللي هو أخوه. وأصلا الأمين والمأمون كان بيناتهم واحد الصراع كبير على الحكم. غادي يستغلوا نقطة ضعف الأمين اللي هي الشاعر المجين ديالو أبو نواس، وغادي يقول فيه الحسن بن سهل: وكيف لا يحل قتال الأمين وشاعره ونديمه يقول. سمعوا مزيان شنو كيقول: ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. الأمين غادي يتعصب وما غاديش يعقل على أبو نواس، وغادي يشوف أن علاقته به كتشوه سمعته. داكشي علاش غادي يعطي الأمر بالحبس ديالو 3 أشهر، وغادي يمنعه من شرب الخمر. دابا أجي نهضروا على المجون في شخصية أبو نواس. أسباب كثيرة خلت أبو نواس يختار المجون والخمر والمثلية أغراض شعرية. أولا، المجتمع العباسي ماشي هو المجتمع الأموي، لأن المجتمع العباسي كانت فيه مظاهر الترف، الفلوس، الرفاهية، خصوصا عند الطبقات اللي عندها الفلوس. مختصين بزاف ومهتمين بشعر أبو نواس قالوا أن سيرة الأم ديالو السيئة والانحراف ديالها كانت من بين الأسباب الرئيسية اللي دخلت أبو نواس في أزمات نفسية خلاته يختار الشراب والخمر والمجون باش يهرب من معاناته. غياب الأب والتأثير ديالو خلى واحد الفراغ كبير في حياة أبو نواس، وأثر بزاف على اختياراته. كما أن كاين سبب آخر مهم، هو قصة حب فاشلة ديالو مع الجارية جنان، اللي دارت ليه عقدة، من جهة عقداته باحتقارها ليه، ومن جهة خلاته يحس أنه إنسان عادي بحال كاع الناس اللي كان كيضحك عليهم وينتقدهم. من تهم اللي توجهات لأبو نواس بالإضافة لحب الخمر والمجون المثلية. دابا السؤال، واش فعلا أبو نواس كان مثلي؟ هو اللي قال: والله ما طاب عشق حتى يكون حراما، خذ النساء ودع لي مما يلدنا غلاما، شرطي المراهق منهم قد قارب الاحتلام. المشكلة أن الحب للغلمان واتخاذهم كعشاق فعوط النساء هي واحد الممارسة عرفها المجتمع العربي قبل ما يجي أصلا أبو نواس. وأصلا في العصر الأموي وحتى العباسي كانت معروفة هذه الممارسة عند بعض الخلفاء ورجال الدولة. عباس محمود العقاد كيأكد أن أبو نواس ما كانش مثلي، ولكن قال أن هذا السيد كان عنده شخصية ثائرة، دائما كيرفض المعتقدات والأفكار للمجتمع دياله، وكان كيفضل وكيختار الممنوع والمحرم باش تكون أغراض شعرية دياله. داكشي علاش هو ما كانش شاد جنسي، ولكن كان عنده انحراف سميتو النرجسية. أبو نواس كان ظاهرة شعرية، داكشي ديال المادح والدم كان كيعرف ليه مزيان، ولكنه اختار يكون شاعر الخمر. بكل جرأة خلق من فكرة الخمرة عالم شعري جديد بأفكار فريدة وآراء خاصة. شعره كان مرآة صورات فيها تحولات المجتمع العربي الإسلامي، وكان وسيلة باش يثور ويتمرد على الأعراف الاجتماعية والتقاليد للمجتمع المحافظ. حتى واحد ما يقدر ينكر أن أبو نواس هو اللي نقل اللهجة ديال الشعر من لهجة بدوية لحضارية، كما أنه كتب في كافة أنواع الشعر وأروعها، كما أنه غير أغراض الشعر القديمة وحطم المقدمة الطلالية. المقدمة الطلالية كان قصده بها ذاك المقدمة اللي كانوا الشعراء العرب كيبكيوا فيها على الأحبة والعشاق ديالهم. بزاف ديال الباحثين قالوا أن أبو نواس والاختيارات ديالو للخمر للغلمان وللمثلية كانت مجرد توجه شعري، وهذا الشيء ما عنده حتى علاقة بقناعاته ولا أفكاره. ولكن بزاف ديال الباحثين رفضوا هذا الطرح وقالوا أنه زنديق وفاسق. نهاية أبو نواس كانت حزينة. من بعد مقتل الأمين غادي يدخل أبو نواس في حالة من الحزن والضياع وتدهورات صحته الجسدية والنفسية. بزاف ديال المراجع كتأكد أنه راجع قناعاته وأفكاره في نهاية حياته، وأنه تاب، وأن أفكاره السابقة كلها تخلى عليها. كتنسب ليه قصيدة كيتقال أنها تلقات من بعد الوفاة ديالو، وهي اللي خلات الإمام الشافعي يغير رأيه ويقبل أنه يصلي عليه. من بين أبيات هذه القصيدة: يا رب إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن
فبمن يلود ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. لكن وفاة أبو نواس غادي تبقى غامضة. البعض قال أنه تقتل مسموم على يد واحد السيد سميتو إسماعيل بن نوبخت بسبب سلطة لسانه وقصائده اللادعة، وهادشي كان سنة 814 الميلادية في بغداد. غادي تدفن أبو نواس في مقبرة شوينزية غرب بغداد، المعروفة حاليا بمقبرة الشيخ. اتفقنا ولا ما اتفقناش مع أبو نواس؟ بغينا ولا ما بغيناش الشعر ديالو، السيد كان ومازال واحد من أعظم الشعراء اللي عرفهم تاريخ الإسلامي. كان كيقول عليه أبو حاتم المكي المعاصر قولة شهيرة، قال إن أعمق معاني الأفكار كانت مخبأة تحت الأرض إلى أن قام أبو نواس بحفرها. من الأخر أن كل معاني وأعمق المعاني ديال الأفكار كانت مخبعة تحت الأرض، حتى جاء أبو نواس أحفر عليها. سيدنا، هذه كانت حكاية أبو نواس، لكن حكايات واحدة أخرى عاد غادي تبدأ.